لنستعرض خلال هذا الملتقى النتائج والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في محافظة بورسعيد ومحافظة الأقصر ومحافظة الإسماعيلية، كل المحافظات المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا المحافظات اللي بيتم إعدادها علشان تنضم قريبا إن شاء الله على آخر هذا العام أو أوائل العام المقبل، محافظة السويس وأسوان ومحافظة جنوب سيناء. إنجازات كبيرة جدا تحققت خلال العامين الماضيين، كان أبرزها تقديم 8 مليون خدمة طبية لمنتفع منظومة التأمين الصحي الشامل، أيضا اعتماد وتسجيل أكثر من 95% من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لإجمالي عدد المنشآت حاليا حوالي 114 منشأة ما بين الوحدات والمراكز والمستشفيات، انضمام أكثر من 15,000 من الأبطال من الأطقم الطبية والإدارية للعمل في الهيئة، واللي تم تدريبهم على أعلى مستوى وفق برامج تدريبية تجاوزت 7,000 برنامج تدريبي. النهاردة في الملتقى تم عرض إنجازات الهيئة في عامين الفترة الماضية، سواء كانت الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية. إحنا في الفترة اللي فاتت كهيئة عامة للرعاية الصحية وأداة الدولة في تقديم وضبط تقديم الخدمات التأمينية في منظومة التأمين الصحي الشامل، قدمنا في 3 محافظات هي بورسعيد والأقصر وإسماعيلية ما يقرب من 8 مليون خدمة وما يقرب من 115,000 عملية جراحية.